لحظة من فضلك، كم شخص بهاي الدنيا ظلمك وانت سامحته وممكن ما سامحته ولكن بررت نفسك بعذر معين، ولكن الأهم كم شخص انت ظلمته؟ فهل يا ترى انت ظالم؟ لا الحمد لله وشكرا، ما أعتقد في اليوم ظلمت واحد. العلم عند الله. لا الحمد لله، عندي أخطاء، عندي ذنوب، بس دائما ما أكون أنا صريح ويا الواضح، بس ما ظالم الحمد لله وشكر، خلينا نقول إنسان مسالم. لو ظلمك أحد وتسبب بأذيتك هل ستسامحه؟ أسامحه، صدقني راح أسامحه. أسامحه. نتخذ القرآن دستور ومنهج في حياتنا اليومية بقصد أو غير قصد، أخفف عنه بالاعتذار. الإنسان مو معصوم، الإنسان لازم يخطئ. هاي الدنيا كبيرة، اليوم أنا أحتاجها بأجروا أحتاج، فخلي المسامحة، خلي المحبة، خلي بيناتنا. ظلمت أحد وسامحك؟ لا الحمد لله وشكر، ما وصلين هاي المرحلة، لربهم تعاملي حلو الوادم، والوادم تحب تعاملي أصلا. مسامح كريم، أرجو من الله أن يسامحني، يعني ما أحب أظلم أي أحد. هل تعتقد بأنك ظلمت إمام زمانك؟ صعب، الله لا يخليني بتشوف. إذا أنا ما أدري فالله والعذري، وأرجو أن يسامحني يعني بالنهاية. بعض التصرفات جاي نظلم الإمام. أنا أعترف اليوم، أقول قايل الإمام الحجة اليوم وباكر وعقبه وقبل سنة وإلى يوم القيامة أنا ظالم إمام زماني. بيوم من الآن ادعيته، قال لي بويا لا تقلخ لا تقلخ. محمد عليه السلام. كيف تعتذر لإمامك؟ سيدي ومولاي أعتذر من عندك، إذا أنا يعني مسوي فرج شيء يغيظه أنا أعتذر من عنده. نقتدي به، ندعي له بالفرج. أقول له أبو صالح حسبني كل شيء تريد تحسبني، حسبني، حسبني ابنك، حسبني خادمك، لا تقول يعني غفلت عنك، لا تقول راح بغفلة. يعني مو شخص عادي وأنا أقدر أتخطى أو كلمة تمر وتعدي. لا هذا أمان زمانك يعني بالنهاية. شعوري تخيل لي يعني الإمام راضي عني، يعني إذا أشوفه قدامه ويقول لي هاي النار دب روحك بيها راح أدب روحي بيها، ما راح يترمش لي عين. اللهم أرني الطلعة الرشيدة. فلي وصلنا للإمام واللي يفرح قلب الإمام هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ما تقطع بالناس الفقرة، الناس فقرة ما تقطع بيها، قدم المساعدة إذا واحد محتاج، يعني يفرح الإمام، لا تقدم المساعدة لوجه الله. كم تعتقد نسبة حبك للإمام من 100؟ إن شاء الله 100%. 100%. حب 100%. حب كبير. أنت راضي هذا الشيء من حليب أمك وتقول لي أنت قد تحبه؟ لا أنا من أصل راح أحبه. وما زال الاستبيان مرافقنا بكل حلقة حتى كل واحد يعرف نسبة حبه الحقيقية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وأنتم كم واحد اطلع على هذا الاستبيان؟ اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. والآن كم أصبحت النسبة؟ تقريب 99. 75. 45. شو تحب تقول للإمام المهدي عليه السلام عن هذا التقصير؟ أكون قد هذا الشيء وهذا التقصير عاطف، هاي الأخطاء إن شاء الله صحة. قل تأخرت علينا. اللهم عجل فرجاً. أقع على رجلي أحبها، قبل أقدام صاحب الزمان. الله ينظرنا بنظرته هو ويدري ما بقلوبنا ومحبته ومحبة أهل البيت شنو عندنا. إن شاء الله صحة. دليني بمكانك ميحتاج الحنانك يا مهدي يا مهدي. أنا المهدي ضعيت وانت الوطن. هل نرتوي من احنا عندنا رسالة بها تعهد للإمام، راح تقرأ هذا التعهد وتتعهد للإمام إذا أنت قادر. إلى أمام زمن التعهد بقراءة دعاء العهد لمدة 40 يوما. إلى إمام زماني أتعهد بإطعام 10 فقراء نيابة عنه. إلى أمام زماني أتعهد بقراءة زيارة عاشوراء لمدة 30 يوما. دعاء العهد
ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره. كل تقصير أو غفلة بحق إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف هو ظلم بحقه، ولازم كل واحد يطلب منه السماح ويبدي صفحة جديدة. في أمان الله.